الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نحن نفكر، والمفكرون قليل، بدون تفكير ماشي مع الناس، أغلب كله ماشي مع بعض، المستقلين قليل. فحديثنا اليوم يعني غريب وعجيب، ولكن للمتفكرين مو غريب، عادي، هو هذا الصح. لكن الأغلب لا يدري عن هذه الأفكار البسيطة، لا يدري، بل يعارضها ويقول خارج الدين، خارج الإسلام، خارج الملة، خارج الإنسانية. ليش؟ عنده معتقدات خلاص هي مضبوط، ليست من عند الله ورسوله، لا، من عند أناس هو يعتقد فيهم أنهم ماشين صح، هو يظن هكذا. والذين حددهم الله أن هؤلاء مصطفين أخيار معصومين لا يذهب إليهم، ليسوا موجودين في هذا الزمان معصومين، يعني موجودين الآن، لا، موجود واحد معصوم الآن في العصر هذا، هو كتاب الله الحي الروح النور، مو الكتابة هذه الموجودة والصوت اللي يصدر من فلان وفلان ومنك، هذا كله مخلوق. الحي النور الحي الأبدي الأبدي، يعني لا يموت، كيف يموت؟ روح من أمرنا، هذه من الأمر ليست من الخلق. القرآن هذا أنت لازم تخرج من عالم الخلق، أنت عندك عالم هذا الخلق، وهذا جسدك من عالم الخلق، أنت روح، إن اندمجت مع هذا العالم المرئي أنت في البعد الأرضي الذي فيه أغلب أهل الأرض، والذي فيه فرعون وقارون وهامان والنمرود، وسمي ما شئت كمان في العصر الحاضر. لا تريد تخرج، لا تصدق، لا تصدق إنه هذا العالم وهم، هذا العالم ما تقدر تفعل فيه ذرة واحدة. ما الذي يفعل؟ هو الله بالأسباب وبالناس، ويعني يجي من السماء يسوي حاجة، واللي ما يسويها من السماء هو اللي سواها فلان وفلان 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 وفلان، لا، هو الرزاق بفلان وفلان، بالشركة، بالمحل التجاري اللي تشتغل فيه، بعرقك، بفكرك، بك، من خلالك يفعل. هنا الاختبار، هل تؤمن به أو تؤمن بكل شيء، بالأرباب المتفرقون. بما تؤمن؟ تؤمن بالغيب ولا تؤمن بالمشاهد؟ هذا السبب، مستشفى، شركة. أسقط رؤية واعتبار الأسباب، أسقطها، ترى الله ما في غيره، هو الرزاق ليست هي، هو المحيي ليست هي، هو المميت ليست هي. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
والزرع اللي تزرعه أنت تحط البذرة وتحط السماد وتحط الماء وينبت وبعدين تأخذ الخضار والفواكه تجني وتحصد. الله قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن الزارعون بك أنت لا شيء، لم تفعل شيئا، فلم تقتلوهم في المعركة. ربنا قال للصحابة فلم تقتلوهم، هم قتلوا. الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يخرجهم من أنفسهم، يخرجهم من عالم البعد الأرض المعتمد على الحواس. أنا فعلت، هذا فعل، هذا ضرني، هذا نفعني، هذا أعطاني، هذا منعني، متعلق بالأشياء. أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ هو الإيمان فيها في الأسباب، مو الإيمان تروح للسجاد تقول الله أكبر، قل الله أكبر منك أيها السبب، الله أكبر من المستشفى، الله أكبر من الشركة، الله أكبر من الرازقين. أيها في رازقين مع الله، بالله أنت تنظر للصغير ولا للكبير؟ الله أكبر، الله أكبر في الصلاة على السجادة، أو الله أكبر هنا في الميدان؟ هذا فرق المؤمن من المسلم غير المؤمن. لأنه مدام غير مؤمن يعني هو مؤمن لكن ليس بالله، يقول ما شاء ولكن هو معتقد في هذه الأشياء بدونها كيف 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 بدونها كيف. ويجيب لك الله قصة سيدنا إبراهيم ألقي في النار كانت مدرسة، يقول لك الأسباب هذه لا تنفع لا تضر، بيدي. مي ثقافة تقول أيوة الله على كل شيء قدير، هو الذي جعل النار بردا والسلام، هذه معلومات يا صديقي، هذه معلومات تدل على أنك كن بهذا الجانب فلا تضرك النار، فلا تضرك الأسباب ولا تنفعك الأسباب. هي تنفعك هي تضرك، لكنك تقول لا، تقول الله إذا منعتك لا تغضب، تقول الله. هنا الاختبار، ليس الاختبار في السجادة تقول الله أكبر. فنحن نريد أن نتفكر الآن مع بعض، نتفكر سويا في مدينتنا. مدينتنا أنت في أي مكان تكون في العالم، أنت في أي مكان تكوني في العالم، انظر المدينة، في منطقة فيها فقراء وفيها المرض بكثرة، انظر للشوارع تجد الصيدليات والمستوصفات هنا، انظر إلى منطقة أخرى في نفس مدينتك أثرياء والصحة، لا يوجد مستوصفات ولا، إذا كان في مبنى فيأتي إليه الفقراء هناك والمرضى. انظر بنفسك، انظر، عبرة عبرة. وهؤلاء الأحياء الذين في هذه البيوت الفاخرة والسيارات الفاخرة، هؤلاء الأحياء أباؤهم كذلك، أجدادهم كذلك، وهؤلاء الفقراء أباؤهم كذلك، أجدادهم كذلك. وأغلب المرضى كذلك. لما؟ يوجد جمعية خيرية. جمعية خيرية تعطي الأثرياء يضعون فيها وهي توزع على الفقراء، توزع على المستحقين، ليس على الفقراء، افهم هذه.
هي في منطقة الفقراء، والفقراء يأخذون الفتات طعام، شيء مشي حالك، يأتون الجمعية ويأخذون مشهد. جمعية خيرية على أموال الأثرياء، ليس الحكومة فيها دخل في أي بلد في العالم. ها؟ ويرون هذه رأينا يعني، رأوا وحكوا لنا الناس، يرون في سيارات تأتي وتحمل كرتون من كذا وكيس كيس كبير من كذا، فواكه خضار الرز والأشياء كثير، فول عدس، وهؤلاء يقفون بالطابور يأخذون فتات قليلا قليلا، كيس صغير. أين تذهب هذه الأشياء؟ للمستحق. ليس المستحق الذي ليس عنده شيء، لا، هو في الداخل يقول أنا فقير فهو غير مستحق، يقول أنا محتاج هو غير مستحق. تذهب إلى أناس عفيفين لا يسألون الناس إلحافا، فقير مثله، لكنه يأتي يلتقط رزقه من هذا المكان وفير، وذاك لا يلتقط شيء. نفس الشيء، نفس البيت، نفس الحالة، نفس كل شيء. وقد تكون هذه الجمعية عند الأثرياء، هناك يذهبون الفقراء أنواع، وناس يأخذون بالكرتون بالكيس وأحيانا لا، هم يوصلون الجمعية توصلها إلى بيته. في ناس لا يأتون، لا يسألون، لا يقولون هات، لا يقول أنا، لأنه هو حاسس، هو شاعر، أنا لست فقير، عيب أن أقول هكذا، صعبة جدا على النفس أن يذهب ويقول أريد. واحد يثق فيه، هذاك يحبه، يعرف أنه دخله يغطي مصاريفه، احتاج في أزمة سيارة يصلحها تحتاج إلى $1,000، يعرف هذا يعطيه، لا يذهب إليه. ليش؟ لأنه كيف يفكر، كيف أرجعها؟ صعب، خليها سيارة فيها طعج، فيها شيء ما، نمشي. والآخر فرصة، وهو يعطيني، لو أطلب يعطيني، أريد $1,000، يا تفضل، متى تردها؟ سوف أردها لك كل شهر، هكذا هكذا، يقول كلام بس يريد الأخذ. بعد ما يأخذ، صعب والله، كيف أعطي هذا المال حقي، أريد أستفيد هنا، بعدين ما يعطي. النفوس نفس كالماس ولو فقيرة، ونفس كالتراب، بلاش نقول كلام غير كذا. الآن نأتي بالحلول. يوجد يعني عندنا حالتين، لكن قصة واحدة متشابهة. أناس أثرياء أبوهم ثري، أبوهم يعني الثري، وهم معه يعني يأخذ مال كثير، يأتي عندهم من مال الوالد، توفي ويريدون المستوى ذاك يعني. المزرعة، مزرعة كبيرة جدا، مزرعة بدت الماء ينزل بعيد،
يبتعد أكثر وأكثر، ويحفرون يعني يخسرون فلوس، يحفرون تبتعد، يحفرون تبتعد، هكذا يعني يقولون جفاف، ويتفكرون هذا ليس لم يأتي مطر من كذا سنة ولم يأتي، ما ربطوها بالوالد، لا، برمجة غريبة موجودة، مو غريبة يعني، لا هي موجودة في كل أكثر الناس. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ خلاص إذا نبيع، نبيع. جاء واحد يريد هذه المنطقة، قال نريدها كلها، قال لا لا نعطيك نصف، خذ النصف هذا. بكم؟ ضربوا مبلغ كبير، يريدون يعني، وأخذوا المبلغ، وهو أخذ الأرض حددها هكذا، والماء عذب حلو فيها، في تلك في حائط هنا بينهما، هنا الماء مالح، هنا الماء حلو وقريب، هنا الماء مالح وبعيد، يبيع ماء حلو ويزرع جميع أنواع الفواكه، وهذا كان حلوا كان عذبا كان وهبط. ليش؟ محتاج محتاج محتاج. هنا الوالد كان يقول خير كثير من الشاكرين فيزيده الله، الشاكر ذهب، الزيادة ذهبت، قالوا لا هنا قحط، هنا قحط في المزرعة، وهذا القحط ليس مزرعة، ليس فيها قحط، مخ لا يعمل، إلا البرمجة هي تعمل، برمجة قديمة، قحط 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 قحط، وهم في المزرعة قحط، والمزرعة بجوارهم يرون يعني يرون اللون الأخضر عام، وهنا اللون البائس، حتى هناك أشجار كانت مثمرة صارت موجودة يعني خضراء ولكن بدون ثمار، شيء عجيب. مثل هذا الكثير، ولكن الناس ما تفكر. ذهبنا أيضا إلى منطقة زراعية، أناس لا يأتيهم يزرعون ولا يجدون فائدة، وأناس يجدون الخيرات من خلف الأشجار. هكذا أناس يفتحون محلات على مناطق فخمة، يدفعون الفلوس الكثير ويستأجرون ويضعون الديكور ويضعون الفن ويضعون البضاعة. أين الزبائن؟ وأناس عندهم محل صغير في مكان منعزل، يأتون الناس من بعيد حتى يأخذون من هذا، من بعيد يأتون. مشهور يعني عندنا واحد شخص يعني يبيع ساندويتش، سندويتش هذا فقط، بيض 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 الدجاج، بيض مسلوق فقط لا غير، يضعه في العيش ويصب عليه قليلا من الزيتون الزيت ويغلقه، تفضل، ضعف ما يباع في الدكاكين الأخرى هو يبيع. هذا واحد. الثاني الناس يعني طابور طويل، يخافون أن يعني ينتهي، هو على قدر الخبز الموجود يبيع، انتهى الخبز والبيض قفل دكانه، واليوم الآخر لا يفتح، وبجواره دكاكين نفس الشيء تبيع، لا يأتي أحد. وليس موجود محل يأكلون فيه، يأخذ ويمشي، مكان ضيق صغير. تفكير ما فيه، يرون هذا ولا يفكرون. وغيره يقرأ القرآن وبالبركة، ويقولون الآية الفلانية إذا أنت تضع الصورة هنا
فعلوها يعني. الآية تضعها هنا خلفك ويرونها الناس أول ما يأتون، واكتب ما شاء الله تبارك الله، واكتب عين الحسود فيها عود إلى آخر الكلام، ولا نتيجة. ضع ديكورا مبهرج فاخر، في أصحاب شركات يعني دخلها بالمليارات، صاحب الشركة، أصحاب الشركة تعليمهم بسيط، يعرف الأرقام، يعرف الحروف البسيطة، ما يعرف شيء كثير، درس تعليم مستوى أول، دخل ملياردير. من يشتغل فيها؟ دكاترة، دكتوراه في الهندسة، دكتوراه في المحاسبة، يشتغل عنده هو، يدفع له الراتب، الدخل الشهري يعطيه. الناس لا تفكر. في من بين المنطقة التي فيها فقراء فقط أناس برزوا وصاروا أثرياء. ليس هذه حاكمة، لا، في حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجلا كان مسافر كمثل قصة المزرعة، المزرعة التي باعها الناس هؤلاء على شخص صار الماء حلوة مثل كذا في منطقة، نفس المنطقة، لكن هذا تغير، هذا تغير، ليش؟ ما الذي حصل؟ سنفهم. فالمهم ذهب هذا الرجل يسافر، حكاية حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس للتسلية، لأهل العقول وما أقلهم. فذهب هذا الرجل مسافر حتى يعني عطش، فينظرون هم الذين يسافرون برا كثير يفهمون هذه الأمور، فنظر فرأى سحابة متجهة إلى منطقة، ورأى المنطقة هذه جبال، فعرف أنها سوف تصب في تلك الجبال ويسيل الوادي شعاب بين الشعاب ويشرب ماء، فذهب اتجه للسحابة هذه السحابة حتى اقترب منها، فسمع الصوت. طبعا كيف سمع الصوت؟ لأنه صالح، لأنه مؤمن بالغيب، مؤمن بالغيب يعني حس بالغيب، في شيء في الغيب، هذا الغيب اللي أنت من 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 هذا الثوب، منه وبعد، من هنا وما فوق، كل غيب، كل اسم السماوات، الجنة ليست في السماوات، ويقولون هي في فوق العرش أو تحت العرش، درجات الفردوس هي خلاص سقفها العرش كما يقال، هكذا أليس كذلك؟ الرسول قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه. من تسوي كذا تطالع ترى يعني نعلك، كرمكم الله، ترى نعلك هي أقرب اللي لاصق فيك. أنت هناك، أنت في السماوات، ليس مكانا آخر، في السماوات، في غيب، في الغيب، غايب، أنت غايب عن نفسك، وأنت محرك جسدك، أنت المحرك في الغيب. الدجاجة، دجاجة تضعها في الميزان، نقول 2 كيلو، كبيرة؟ كبيرة، 2 كيلو، نقتلها ونضعها في الميزان، نفس الشيء 2 كيلو، ما في. ما الذي كان يحرك هذه الدجاجة؟ لا وزن له. طيب، فأنت نفس الشيء، أنت
أنت خالد أبدي وهذا جسدك مؤقت معك ثم يغادر. فالمهم نحن في ماذا؟ أيوة ذهب هذا الرجل ونظر للسحابة وأدرى لعله، فسمع الصوت في السحابة، صوت يقول اسقي حديقة فلان، اسم. مشى حتى رأى المطر نزل، السحابة هذه أنزلت ماءها هناك، ثم بدأ يصير، شرب ومشى مع الماء هذا أينما يذهب. فإذا رجل في مزرعته يعدل الماء، إذا جاء هنا يذهب، هنا يذهب، هنا يذهب، هنا يذهب، ويعرف أنه سيأتي الماء. قال اسقي حديقة فلان، وسمع الرجل وهو يعرف، حضرة ما درى عن هذا، لكن يعرف عادته مع ربه ما هي، ماذا في الداخل. فالمهم جاء هو إذا الماء يذهب إلى نفس مزرعة هذا الرجل، مزارع كثير ستعرفون. فالمهم قال له يا رجل، صالحين اثنين تقابلوا، فقال من أنت؟ قال فلان نفس الاسم. قال إني غريب وأتيت من هنا ورأيت في السحابة هذه تنزل ماءها وصوت يقول اسقي حديقة فلان لإسمك، ماذا تفعل؟ يبغى يستفيد حاجة. شوف الشوق والطلب عند المؤمنين، ماذا تفعل؟ قال لا شيء، أنا يعني صلاة صوم تهجد عبادات. قال له لا شيء من هذا، يعني مو معناته ممنوعة، لا، الرسول يلفت انتباهنا لشيء آخر غير العبادات، والآخرون يلفتون انتباهك على العبادات. فقال لا شيء إلا أني عند الحصاد أخذ ثلث الحصاد هذا، ها، وأجعله لأهلي، يبقى سنة يأكلون الشجر صغار حتى يكبر، في هذه الفترة نأكل من هنا في المخزون في المستودع، ثلث لأهلي وثلث أرده فيها، يعني اشتري بسماد وبذور وإلى آخره، وثلث أوزع على الفقراء والمساكين. من هم الفقراء والمساكين؟ في نفس القرية، في نفس القرية، هو غني يعطيهم وهم فقراء يسألونه هات. إذا جاء الحصاد وقفوا أمامه، عندهم مزارع، مزارع ما في أسهل منها، ليس فيها شراء ولا أي شيء، احفر التراب وهم لا يحفرون التراب ولا يفعلون أي شيء، ويقولون نحن هكذا، ما يعني نظرتهم لأنفسهم هي صارت سوف نلحق بهذا. فصار يعطي الفقراء الذين في منطقته، وموضوع سهل يعني يزرع، بس يزرع يزرع، لا شركة ولا شهادات ولا أي مواصفات مطلوبة، ازرع. هو زرع وما جاء مطر ولا قال اسقي حديقة فلان ولا جاءه شيء، ونشفت أرضه. لما؟ سنعرف. فهذا ابحث في مدينتك، فكر فكر، شغل هذا المخ، تجد منطقة فقراء منطقة أغنياء، فقر ومرض، صحة صحة وثراء، أبا عن جد، وهنا أبا عن جد عن ولد، سوف يلقن ولده نفس الأفكار فتأتيه نفس الأحوال، وذاك يلقن ولده نفس الأفكار وتأتيه نفس الأحوال، متوارثة. تعال أوروبا، عندهم أفكار، عندهم كذا، و الزراعة، الاقتصاد، التجارة، دعك من المعاصي والذنوب، نحن نتكلم عن أشياء قوانين الله جعلها في الأرض، بعد الموت تظهر هناك إيمان، إسلام، إحسان، كفر، شرك، يظهر هناك.
أحواله النفسية وهو ثري، أحواله النفسية من الضيق من هذا بسبب البعد عن الله. من يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآن المسلم فيه له عنده قرين شيطان قارن يوسوس له يبهدله. طيب خلونا نشوف شيء في الإنسان. كوكب هذا الظاهري له نواة في النصف في المنتصف، نواة هذه فكرة. لا تقولوا كوكب إيش معنى كوكب، إيش معنى كوكب، هذا ما أدري إيش الأفكار حقت الكرة وأرضية ومسطحة ما نشمل شعور فيها. نحن نتكلم عن كوكب. فلما رأى كوكبا في القرآن كوكب موجود، إيش معناها؟ حر الإنسان. أنا أفسرها كذا لأنه الرسول ما قال، قيل كوكب كذا كوكب كذا، أنا أفسرها الكرة، كوكب كرة، ما عجبك اتركه، ولكن هو كذا كوكب. فلما رأى كوكبا رأى الشمس بازغة، رأى ما هذا الكوكب. نفترض هذا الافتراض أنه كوكب فيه نواة، نواة وكوكب. أنت الأبدي الخالد، ما نتكلم عن هذا الجسد، أنت الأبدي الخالد نوى، وكوكبك هو واقعك اللي أنت فيه في الفقر والمرض. هذا مثال، يعني ممكن أي شيء، خسارة، طلاق، نكد، أو مثلا رفاهية، مرتاح، واقعك هو كوكب، وأنت الخالد الأبدي النواة، لأن الكوكب هذا مؤقت. واقعك وجسمك من الواقع، من الكوكب هذا هو، والكوكب ما يحصل في حياتك. هذه الحياة اللي أنت فيها، الناس، أب، أخ، زوج، جار، زميل في الشغل اللي أنت عايش معهم، هذا العالم اللي أنت فيه هو كوكبك. مشاكل أو بدون مشاكل هو كوكبك، خاص بك فقط. لماذا أنت مهندس ومشغول في هذه الأشياء؟ لماذا أنت لا شغل ولا مهندس ولا أي شيء؟ لماذا هذا هو هذا كوكب الخاص به؟ 8 مليار كوكب، شوف عظمة الله. بس 8 مليار كوكب، 8 مليار نواة. تحمل هذه المعرفة الغير المعروفة حتى نأتي لتفسيرها تفهمها. إذا أخذنا هذا الكلام أيضا، 8 مليار هذا ماذا فيه؟ الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. 8 مليار شيطان أرضه. إحنا نشوف الكثرة لكن في الغيب ما في كثرة. مفتاح هذا الكنوز هو الكورس، لمن فهم أيضا كمان. فأنا رسمت هنا رسمة حتى نعرفها. هذا الكوكب اللي أنت فيه كوكب الفقر والمرض وفي المشاكل والنكد والسحر والعين والحسد، كوكبك أيا ما كان، أنت دائما في العيون. ضربني هذا، آذاني هذا. وأقول لكم نكتة واقعية حصلت معي، يعني ربما تسمع الآن ولكن لا تزعل، لازم تأخذ العبرة. قد كلمتها بالعبرة، لكن تقول أنا أحسد الناس، تتهجد، تذكر الله،
تقرأ قرآن، تعمل الخير يعني، وتقول بارك الله لك أو لك، الله يبارك لك في مالك، الله يبارك لك في كذا، تدعي لهم ويقع فيه مشاكل. قالت أنت أيضا ماذا إيش في أنا مسكين بعيد. قالت أسنانك كسرت بسببي. قلت يعني المهم ما نطيل في هذا الموضوع. بعد ذلك يعني كلمتها قلت لها أنت تقولين ما شاء الله تبارك الله وتقرأ القرآن وتهجدي ويصير هذه الأشياء؟ أيوة يقين جازم أنها هي صاحبة عين تشتغل بدون الإذن منها، يعني ما تريد ضرر الناس ويأتي فيهم ضرر، يعني صارت العين مستقلة عن صاحبها. فهذا المثال لماذا؟ مثال واقعي يعني حصل. لماذا أقوله؟ لأنه أنت ما تعتقده في النواة، نواة الكوكب يكون في الكوكب. أنت من الحاسدين الحاقدين، لأنك في الداخل تقول أيوة أنا ماذا قال؟ المشكلة عجب يعني، قلت بارك الله لك، أعجبني هذا وبركت له ووقع في المشاكل. إذن أنا في الداخل ماذا فيه؟ أنا أضر الناس. طبعا لا يقع الضرر، لا يقع شيء أصلا. هذه أشياء حدثت، أسناني ذهبت، هي تقول أنا سبب في كسرها. قلتها لم تكسر، هي صارت ضعيفة وذهبت وزرعوا بدلا منها، إن شاء الله تنبت يوما ما في موعد ذكره الدكتور، نذهب ويركم خلاص تهينا. هذا أولا أنها لم تكسر، هي ضعفت ومن كثر ما أكل بكثرة ذهبت، والآن يأتي في خلال لا أدري كم متى يقول الآمر. فنحن نريد نذهب إلى الزبدة، الخلاصة الرهيبة، الخلاصة الذهبية للحياة، تأتيك في فيديو واحد، وأيضا لن يأخذ بها كل أحد ولن يستفيد منها أي أحد، تدخل من هنا وتخرج. لماذا؟ كلام كثير يأتي من آخرين، فيعيش الواحد حياته مرة بنافذة فيها خير له ورآها، وبعدين النوافذ مفتوحة، ما في توقف، عجلة الحياة ماشية عكس ما تريد وانت راضي، لأنه فلان في مصائب فلان بما، إذن المعاناة موجودة في المجتمع وفي العالم وفي المتدين وغير المتدين وكل شيء، إذن هي الأصل معاناة. هكذا أفكار عند الناس، لا ناس آخرين لا، أول ما يشب ابنه يعني أول يوم في المدرسة ذاهبة، بنت صغيرة لا أخذت شنطتها وذاهبة أول يوم متخوفة لا تدري، قال أيوة أنت دكتورة، وذهبت وجاءت فرحانة، وذهبت وفرحانة، لعب ليس دراسة، تمهيد. ودكتورة أيوة دكتورة، خذي هذا يعني يأتون بألعاب طبيبة، وتقول أيوة أنا طبيبة أنا أفعل أنا أفعل أنا أفعل، وطول وقتهم يقولون دكتورة دكتورة، وهي في البداية غبية تأخذ علامات تعبانة، يقول الدكتورة جاءت الدكتورة ذهبت، سوف تجي إن شاء الله تحليها مو مشكلة، بس أنت دكتورة، تكون دكتورة. قالوا عن بعض الناس رئيس دولة، صار رئيس دولة، وهناك في مقابل في أناس يقولون أنت غبي فاشل، انظر لم تحسن إصلاح الشيء فاشل.
أمه تقول. فالفشل في تلك المنطقة يكون موجود وفي تلك العائلة. ويقولون من أين؟ نحن فاشلون، نحن مرضى، نحن فقراء، نحن اللي يكون، نحن دائما تتطلق بناتنا، دائما يأتي مدري إيش في العائلة المرض الفلاني. فأنا رسمت رسمة لا يوجد عندي إلا لون واحد، أنا كنت أريد خلاص انتهينا منها، أريد أعمل ألوان حتى تظهر ونصير من الناس المحترفين. ما صدنا، لا وقت عندي أتعلم شيئا، هذا واقع واقع من الداخل لا يريد يتعلم هذا الشيء، خلاص ما يصير، يصير مخبص يعني ملخبط. فهذه الرسمة موجودة، هذا القفا، إذن أقول هكذا، أيوه أتي هنا، هذا النواة وهذا الكوكب، الواقع الكوكب هو نفسه، الواقع صلب عسير لا تصرف لمخلوق فيه، هذا 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 اللي انت واقع فيه، ليس لك تصرف، الحكم لله فقط. فين القرآن يقول؟ قال إن الله لا يغير ما بقوم، بقوم لا يغيره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم أنت المالك، أنت المسيطر، أنت تركت السيطرة لغيرك، أنت مملوك، مملوك غيرك يمشيك، أفكار غيرك عندك، مشاعر غيرك عندك، ساحر أنت شغال، شيخ مجموعة أنت، الحزب ذاك اللي اسمه كذا كذا، الجماعة الدينية، جماعة دينية أخرى، جماعة عدة جماعات دينية، أنت سلمت نفسك لجماعة، تأتي يوم القيامة معهم، تقول أنا مع الرسول لأنه أصحابنا مع الرسول، لا لم يكونوا مع الرسول، أنت تظن. النواة النية الباطن أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هنا داخلك، أو مهجور، مهجور ما هو؟ نضع هنا الذي يريد يصور يصور، والسلام. مهجور يعني يقول له فلان شيء يقول هيا هيا مشي، يقول له فلان شيء يقول طيب، يقول له افعل هكذا تصل إلى هكذا يقول طيب يفعل يفعل، بعدين يجي واحد ثاني يقول قل له هكذا يقول يلا نذهب نذهب نذهب، حتى تمضي 60-70-80 سنة ويموت وهو ريشة في مهب الأفكار، في مهب النوايا، في مهب الأقدار. قدرك يناديك للأفضل، متى؟ إذا أنت مسلم قلبيا مو نفسيا، نفسيا يعني على شهواتك، كل كذا اشرب كذا اذهب إلى هناك تمتع بهذا إلى أن تمضي الحياة، يقول أنا مطاوع نفسي، لا، إذا مطاوع قلبك. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مرسل من الله يعرف النفوس، يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، قلبك اعرف الفرق بينهما، ممكن يصير كل شيء بالتعلم يحصل. واحد واحد علشان نفهم، افهم انت الخالد الأبدي، انت
المحرك، افهم انت المحرك، بلاش خالد ابدي، انت المحرك لهذا الشيء. مسلم غير مسلم، واحد غير مسلم يعني على ديانة اخرى ليست من الكتاب، اهل الكتاب يعني. واحد الان نذكر لكم اسمه وتعرفونه، يشتغل في المصارعة، القتال، في القتال. نحيف، شكل ضعيف، ويأتون أقوياء يتغلب عليهم. درسوا حالته تفصيليا في جميع أنحاء العالم. هو من شرق آسيا، درسوه في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان يدرسون هذا. أي إنسان مميز أصلا هم يختطفونه، ويختطفون ما عندهم معلومات وكتب. كتبنا هناك الأصلية الصحيحة هناك عندهم، ما نريد أن نخوض في هذا. فهذا الرجل عجبا يعني، أحيانا يأتون له بحديد، بحديد يحركه كما يشاء، طبعا بقوة، مو يقول كذا يلعب، لا قوة، لكن عنده قوة يستطيع يغلب مصارعين كبار لا يغلبون، يغلبهم مقاتلين يعني مو مصارعين. فلما يسألونه ويتفحصونه للدراسات وهكذا يبين يعني بعد ما مشى مشوار اشتهر. ويسألون الخصم كيف غلبك، فيقول قبل القتال أنا واثق، ولما أتيت أمامه رأيته يعني ليس هذاك الشخص الذي أسمع فيه وأقول ضعيف وتعبان ونحيل وهكذا، لا شخص آخر. ماذا ترى؟ ماذا رأيت؟ ماذا قال؟ هذا الرجل اسمه بروسلي. هذا الرجل عندهم في تلك المنطقة، مثلا عندنا نحن الجن، جني عفريت له قرون، له منظر صورة واسما، عندهم صورة واسما حاجة ثانية اسمها التنين، تجدونه في الباص، يضعونه باص طويل عليه التنين وخارج من فمه النار، لا تحرقه لكن تحرق الآخرين هكذا، وأفلامهم عن التنين منتشر، فالخوف في الناس من التنين. تجي تقول له ثعبان ما يخاف، تجي تقول له لازم هذا النوع من الحيوان، تجي تخبره مثل ما عندنا جن يطلعون لك ويخرجون لك، بيئتهم تنين، بيئتنا جن سحر، فيظهر في الواقع جن سحر، يظهر حقيقة يعني، حقيقة تشوف جن تشوف سحر يحصل، وأنا رأيت كذا ومسني ولمسني ومجنون، ويقرأ معه آية الكرسي ويقرأ آية شيء، ما يحصل شيء، يحصل الواقع، واقعك هو اللي يحصل، اللي في داخلك يحصل برا، جني جني، تنين تنين، سحر سحر، فقر فقر، غنى غنى. شوف في أوروبا شيء ثاني، تجي في أفريقيا شيء آخر. ماذا؟ بالضرب، يضربون الإنسان حتى يقول خلاص تعافيت، وفعلا يتعافى، يذهب إلى بيته سليم سليم. ليش؟ في الداخل في برمجة إن الضرب من فلان أو فلان، عائلة معينة، عائلات معينة هي التي تضرب فقط، واحد ثاني يضرب ما ينفع، ففهموا إنه هذا هو دكتور، مثل ما نسمي عندنا دكتور، طق إبرة خلاص، عندهم هناك دكتور يضرب خلاص يأتي الشفاء. هنا أنا عندي معتقد الدكتور لازم حقنة علشان إيش، يذهب الحرارة، يذهب كل شيء، صار صار في نفس البلد ناس يعني يشفون بالأعشاب،
يقينهم هذا. في نفس المكان ناس يقولون خرافة، ما هو الصح؟ مستشفى عادي حكومي بالحقن يشفون من هناك، لا يشفى بالأعشاب. فالمهم هذا يتصور نفسه المصارع، هذا المقاتل يتصور قبل التنين، أنا التنين الآن، لست أنا الذي أقاتله، أنا ضعيف. التنين يقاتله، وصل إلى أنه يعني يسوي حركة تمرن عليها كثير. فلما أول ما يجلس عنده ذاك الخصم كان يتصوره ضعيف، الآن التصور في الداخل عند هذا تغير. كيف تغير؟ من يرى التنين؟ باطنه يرى تنينا، اللاواعي يرى التنين الذي عند هذا، فيدخل يدب في النواه رعب، في النواه رعب، فينتشر في العضلات فيغلب وذاك يغلب. التنين نريد نفسر بالأمثلة حتى نحن نخلص من هذا الموضوع. التنين خاف أخسر شيء هنا، ولكن لنفرض أنه أمثلة أمثلة أمثلة، لنفرض أن هذا حديد، حديد، ولكن أنا لست الضعيف، أنا القوي التنيا أو الجني اللي يكون. فأنا ماذا أفعل؟ من الذي كسر الحديد؟ النواة، أسرار، هذه أسرار تدرس في خواص خاص. هناك في بعض المناطق الشرطة، هذه الأسرار عند روسيا وعند الكبار هؤلاء، تدرس الشرطة علوم، هذه العلوم تدرس. فيتخيل نفسه ذلك الدور الذي فوق وهو يراقب أناس هناك أشرار، يتخيل نفسه الشباك النافذة ويستمع على أساس أنه النافذة، فيسمع ويلتقط الكلام ويعرف ماذا يجري في الداخل. طبعا هذا فترة ليست قريبة جدا الآن، لا قبل، الآن صار يرسلون أجهزة صغيرة هكذا يلصقون هناك، ولا حاجة لهذه الأشياء. فنرجع لكلامنا، غير النواة يتغير الكوكب. أنت هنا الحقيقي الفعال في كوكبك، تنازلت عن أن تكون فعال، غيرك يفعل، هجرته ما أكثر الداخلين والخارجين، والكون هذا يتغير وأنت ترى هذا الأشياء. ما هذا الشر؟ ما هذا المصائب؟ ما هذا أنت تركت غيرك يفعل ما يشاء. ليس معنى هذا لأناس آخرين، هذا الجواب، ليس معنى هذا أنك أنت فعال في الكون. كونك كونك كونك، هو ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم، لا يغير، عربي فصيح، لا يغير ما بقوم حتى، هو قال حتى، أنا أغير، لكن حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنفسهم ليس ظاهر، عين رجل رأس، لا، غيرت هناك يتغير، هذا الله يغيره. فإذا الأمر بيد الله ليس بيدك، مو أنت اللي تغير الكون الخارجي،
ما تستطيع، اذهب افعل ما تشاء. هذا صلب حجر، القادر هو عز وجل الذي يفعله. خسارة وخسارة ملازمة لك، هذه صخرة، طلاق ومشاكل صخرة لا تستطيع تغير فيها شيء. تبريرات في العقل يقول لأنك فعلت، هذا كله كلام فارغ. قال الله، قال هذا ما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم هم في خير، ما كان الله مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا. يغيروا يعني إيش؟ يعني أنت تفعل، لكن حدودك داخل، خارج لا تفعل شيء ولا ذرة واحدة. الله المحيي، الله المميت، الله المعطي، الله المانع، الله المذل، الله المعز، الله الشافي، مو أنت، مو هو يفعل ويشفي ويعطي ويمنع، لا، أنت ما تفعل شيء، أنت تفعل كل شيء. كيف؟ في الداخل تفعل، الله يحقق برا. في الداخل تدع الآخرين يفعلون، يتحقق في الخارج. أنا عندي سحر، مس جن، وأقرأ القرآن ولا يذهب، ما دخل القرآن، القرآن ليس لك، للمؤمنين، هذا مجال آخر. فعال جدا القرآن، فعال جدا الحديث، جدا فعال وخطير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع، سمع الكلمة، العليم بحقيقتك، صادق ولا كاذب. سم لا يضرك، فيروسات، جوائح، جائحة، الجوال له أضرار لا تضرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا باب آخر. امسك الإيمان أول، بعدين قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء والسميع العليم. في مصيبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مرة تضبط. إيمان ضعيف مرات وكرات لا تضبط. هذا باب آخر، نحن نتكلم عن شيء عام عام، والناس أيضا ما هي مصدقة. فأنت فعال، مسموح من الله لك بالفعل، وكن مسموح لك بس في حدود داخلي. كن جميلا ترى الوجود على طول، صار على طول حصل. كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن مريضا ترى الوجود مرضا، كن فقيرا ترى الوجود فقرا، كن غنيا غنيا، مو يعني كن عندك فلوس كثير أموال كثير، لا 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 لا، كن غنيا غنيا غني. أنا ماني محتاج إلى مخلوق ولا إلى ناس ولا إلى أي شيء، أذل نفسي أقول هاتوا، غير محتاج. واحد ثاني يقول إلا محتاج، هو باطنه كذا يقول إيش معنى مال؟ نعم محتاج للمال، بدون المال أنا كيف، لازم مال حتى أصير، يبقى هكذا لا مال لديه ولا يعتبر. وكيف بدون العلاج؟ العلاج لازم فلوس، $20,000 حتى أعمل هذه العملية، مو موجودة الآن. لا يطلب الشفاء هو، لا 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 خلاص شفاء برا. الآن يطلب 20,000 قيمة العملية، ليس الشفاء، 20,000. تفضل دكتور، هذا حصلنا 20,000، تفضل. ما جاء الشفاء، قال الدكتور سيء. 20,000 أخرى دكتور آخر،
الاستغناء غير، الاستحقاق يحصل من الله مو من المخلوق، أنا مستحق، لا، في الداخل أنت عندك استغناء عن المال، لا ينفعني ولو جاء المال ولا استغناء، أنت مستحق للمال، أنت مستحق للشفاء، الذي يرى أنك مستحق هو الله، ليس بيدك أنت. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنجي للنية هذه الداخلية الصغيرة، هذه النواة هي النية، النواة هي الصورة، حاجتين، النواة لكوكبك حتى يتغير غير النواة، نواة نواة صحية تكون الصحة، النواة حاجتين، صورة ونية. نية يعني إيش؟ طبعا نحن نعرف عدم النية، هذه معروفة عند الناس كلها، ما في نية، ليش؟ ماذا تقول؟ أيوة يلا، فما هو حاط نية ولا هو عارف من هو، عنده قدرات هائلة هنا، برا ما في قدرات هائلة ولا ذرة، هذا اليد القدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يغير ما بقوم، حتى يعني هو المغير، هو المدبر الكون، كونك أنت لله، هو المتصرف في كونك، ولكن جعل التصرف هذا العظيم المبهر، ها، أعطاك إمكانية، نفخت فيه من روحي، يعني أنت فعال في الكون، لا ولا ذرة، لن تضر إنسانا ولن تنفع إنسانا ولا نفسك، إذن فعال في إيش؟ فعال في الداخل، فعال في النواة، واترك جسمك الصحة فيه، الخارج زوجتك تكون مطيعة لك، زوجك يكون مطيع لك، هذا شيء آخر. انظر إلى آسيا وفرعون، دائما أجيب المثال هذا عشان واضح أمام البشر كلهم، أنا أعطيك مثال من إحدى عماتي، إحدى خالاتي، ما أدراك صدق أو كذب، يأتي النفس، لكن لما يجيب لك كلام الله، امرأة فرعون الذي يقتل النساء إلا هذه، يقتل الرجال ويؤذي النساء إلا هذه، حتى قاتله الذي هو كان يريد يقتل كل الأولاد في ذلك اليوم، جاءه في نفس اليوم موسى، ووجده عند هذه المرأة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال هذا هو جاء، قالت لا، قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا، كلام لكن كلام محبوبة، فدخل في قلبها، ذهبت الشراسة والقوة، وأنا ربكم الأعلى أمام المؤمنة، أنت زوجك ليس مثل فرعون، أنت زوجتك ليست مثل فرعون، أنت ابنك العاصي ليس مثل فرعون، تحاول بالضرب بالأذية بالكلام، ما في فائدة، هذا أنت يعني تشتغل في كون صلب، كوكب صلب، مغيره الله،
أنت تعاند الله، أعطاك المفتاح، صعب. أيوة صعب، لكن هو الحل الوحيد، يعني هو الحل الوحيد. صلح في الداخل، فعندك في الداخل في حاجتين هي المؤثرة على كوكبك. خليك منه والناس الآخرين، تقول الناس هؤلاء ضعفاء وأطفال ونساء ورجال، ونهدت العمارة عليهم، دمرتهم، اترك هذا، هو الشيطان يوديك لهذه الاتجاهات، زلزال على الضعفاء، ما ذنبهم، اترك هذا، خليك في حالك. لما تفهم هذه المنطقة تفهم تلك. فعندك حاجتين، ايش هي؟ صورتك عن ذاتك، وحاجة ثانية، ليست اثنين، أربعة، يلا زودناها عليكم، يصير كويس انه أربعة. أملك زمام أموري بإذن من رب العالمين، إذن في عندي قوة عظمى، تمكين من الله. الملك كيف يهد قرية رفعها إلى السماء بريشة جناحه وتدمرت؟ بإذن من الله، أنت أعطاك إذن. قال الذي عنده علم من كتاب، إنسان عادي جالس على أمام سليمان عليه السلام، وعفريت برضو صديقه، ليش؟ ملأ حقين، يعني الوزراء المسؤولين الكبار. أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، خدام، عفريت من الجن، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك، قبل أن تقوم من مقامك. طبعا كل واحد يحط، كانوا يحط إيش عندك، أنت قلت كذا، تفكر، طيب غيره. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه أمامه على طول، ما في لعب، فعندك أربع أصوات علشان تصير على الأقل خليك مؤثر في كونك. مو تقول أنا أجيب آيس كريم من بريطانيا إلى هنا، لا، قلم لا تستطيع تحركه، العالم الآن ما يستطيع ينقل قلم من بلد إلى بلد، هذا نقل عرش في لحظة. هذه علوم الأساسية، الأساسي يقول لك الباطن مهيمن على الظاهر، الباطن هو القوي المهيمن على الظاهر، أيا كان الظاهر، أيا كان. الصحابة مشوا على الماء، بسم الله، الله أكبر، إلى البحرين، واحد من التابعين كان يريد أن يقابل الرسول، يصير مسلم، يصير يعني صحابي، جاء من اليمن، فقال له واحد اسمه العنسي، يقول أنا نبي، أيام يعني آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له هنا في واحد متجه إلى المدينة بيتركك ويؤمن بمحمد، قال هاتوا هنا، جيب، تعال، أتعرف أنا نبي، أنا نبي، يقول ها، كبير في السن، رجل بعصا، فقال ها أتؤمن بي أنا نبي؟ قال ها، فيقول محمد، هل تؤمن أن محمد النبي؟ قال نعم. قال هل تؤمن أني نبي؟ قال ها، يعني واضح المسألة أنه يعني يسخر، فأشعل النار وقال يلا دعوه يمر من هنا، فصار متجه للنار، قال تريد إلى محمد؟ هيا الله أعبر، أعبر، أذهب إليه،
مشى ما احترق شيء من جسمه ولا ضره شيء. ليش؟ أمامه محمد يريد يذهب إلى النبي، إلى هو فرحان محب طائر لا يهتم بشيء. قالوا محمد أمامك بينك وبينه نيران. مشى فوقها وعبر، فقال هاتوا. قال لا 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 اتركوا يذهب، الناس شافوا حاجة يعني غريبة. فأنت لا فائدة، اتركه يذهب وينسون الناس الموضوع وقفل هالموضوع. تركوه. لما وصل هناك ما في أخبار زي الآن، ألو مات فلان، حي فلان، عاش فلان. لقيه عمر بن الخطاب، قال أنت فلان؟ قال نعم. مسلم؟ مسلم له اسم نسيت، مسلم ولا مسلمه ولا. فقال أنت فلان؟ الله الحمد لله أن الله أراني من هو أمة مثل إبراهيم عليه السلام، والقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه، وأنت مررت على النار وما آذتك. لما؟ فالنواة في الداخل ماذا؟ في الداخل في تنين، انتصر. في الداخل فيه مسلمين في مناطق معينة من الإسلام، مناطق معينة من بلدان المسلمين بس وكله، عندهم العين منتشرة منتشرة. هذا ضرب هذا وهذا، فعلا يحصل سيارة يصير فيها دمار، بيت ينهدم من قول بشر. يعني واحد رجل قال هذه السيارة سوف أذيك، ما ليس يعني نظر هكذا وصار، لا في الداخل في حاجات. فصار فعل لشيء اسمه العين، في آخر مجسد. شوف قوة في الداخل، قوة النواة. تنين غلب المصارع الكبير، واحد سحر. الله قال في القرآن فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهبوهم يعني وجعوا نشروا الرهبة في الناس. قالوا اليوم الفلاني يأتي السحرة، وكلمة سحرة عند الناس ما هي؟ شيء عظيم. فصار الرهب موجود في الناس قبل، إعلام قوي ينشر الفيروس الجائحة الفلانية جاءت هكذا، هذا سحر. سحروا أعين الناس. فلما جاءوا أمامهم السحرة وموسى كذلك موجود والإعلام منتشر وهو يسمع مثل الناس اللي تسمع، رغم أن الله مرنه على العصا، ألقي بعصاك فإذا هي حية تسعى، فهرب. عصا يعرفها خشب دائما رفيقته، الآن هي تتحرك هكذا بدون أحد، فر ولا هاربا ولم يعقب، يعني ما التفت خلفه ربه. فشوف ربنا يربي من يقبل عليه، وإن كان فيه عيوب ذنوب لا تخاف سوف ينجيك الله منها، كن أنت تواب والله هو التواب. إذن عندك اسم من أسماء الله، هذا الاسم الوحيد اللي موجود عند جميع الأنبياء والمؤمنون فقط، غير المؤمن وإن رأيته يصلي كثيرا وهو مؤمن ضعيف ما في تواب. ابحث في نفسك. فالمهم استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ورموا الحبال والعصي، فإذا هي يخيل، جاء في الخيال صورة، شفت صورة يخيل إليه، ما في حقيقة، عصي مثل ما هي وحبال كما هي، هذا الحبل كما هو، لكن هو يخيل إليه من سحرهم الذي قبل ذلك سووا استرهاب وإعلام، وصار يخيل إليه أنها تسعى مقبلة عليه وهو ماسك العصا هكذا ينظر، هذا عصا وهذا
الآن مرنه الله في العصا، فالآن ماذا؟ في نفسه، أوجس في نفسه خيفة، لكنه ما اللي في النفس الخيفة دي ما جاءت على الجسد على العضلات وشرد وهرب كما فعل أول مرة. أخف بس في الداخل، قلنا لا تخف على طول، تأييد داخلي، كان تأييد خارجي في أيام العصا، والآن تأييد داخلي أمام السحرة، قلنا لا تخف. رمى العصا هكذا تلقف ما أمام الناس، ما هذا العصا أكلت هذا كله، على طولهم عرفوا أنهم يرون العصي حقتهم لا شيء، هذا أهل الإعلام يرون أنه ما في حاجة، كلام فاضي. كفيت تسعة وتسعين هم يعرفون ما في شيء. سحرة، سحروا الناس حتى خافوا، ومات ناس. في الداخل ماذا في البشر بصفة عامة أو فردي؟ يحصل واقعا شاء ولا أبو، تكون قويا أو تكون ضعيفا، هشا أنت السبب ليس غيرك، يتكلم كما يشاء. موسى سمع السحرة يتكلمون، ولما جاءه وفرعون من خلفه قالوا إنا لمدركون، قال كلا، ما في لا في نفسه ولا في الخارج. تمرين كما نفعل نحن في الكورس، تمرين مع الوقت، ممكن أنت في خلال 3 مرات يأتيك الخوف ثم يرحل، ممكن 1000 مرة أنت قوي نفسك ولا اجعل نفسك مفتوحة للآخرين. اقرأ القرآن، السحر مرعب، يلا نقرأ سورة البقرة، نقرأ 3 مرات وبعد ذلك أحس بغثيان، أحس بكذا، ماذا؟ يلا اذهب، يلا يا فلان، جاء فلان المشهور، اقرأ عليه، هدأ شوية بعدين رجعت، ويقرأ ويتهجد، ما لها شغل القراءة ولا التهجد. القراءة والتهجد لأهلها، ليس لكل من يفعل حركات هو صلى. كم من مصلي لم يصلي، كم من قارئ قرآن ما قرأ، مثل الجهاز، مثل الجوال، يقرأ القرآن لا يفيده. أول إيمان، ثقة، هذا معنى إيمان، ثقة بربك. إذا وثقت أمنت، أما تقول أيها الله على كل شيء قدير وما في أمان، في خوف، في النواة في خوف، يكون في الواقع في خوف فعلا، تشوف جني، تشوف ساحر، لأن الساحر استرهبك أول، قالوا لك انتبه فلان يسحرك، أو مثلا جاءك عارض من الأعراض، مثلا عرض ما أيوة تعبان إيش فيه، انتبه لا يكون في سحر. أنت الآن تصلح شيء في النواة أو تخرب، فكر ممكن أيوة هذا عمتي، عمي، خالي، جدي، جاءت صورته هنا، وجاء مرافقا للصورة ساحر، أو ذهب إلي ساحر ليضرني، مرة حدث الحادث الفلاني، هذه تاريخيا وضعتها في الداخل صورة. جاء عارض آخر، طلعت الصورة الآن ما في تجيب من برا، جلبتها خلاص دخلتها، جاءت الصورة، أيها خالي جدي، وصرت أنت خايف منه، جاءت مشاعر الخوف مع الصورة في الداخل، فلن يفارق كوكبك السحر أو الخسارة أو المرض، الواقع اللي أنت فيه هذا لا يفارقه، حتى تغير الصورة والخوف والمشاعر المرافقة للصورة، لا يوجد شيء اسمه سحر إلا في الخارج، ما هم بضارين به، ربنا قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب عين، العين حق، أيوة العين حق، لكن كمان قل أعوذ برب الفلق، فلق يفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هو خلق، مو ببغاء تتكلم، لا تفهم،
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. في نفاثات، في حاسدين، في أخلاق شر، خلق شرير، خلاص إيش فيه؟ خلاص عذتوا بالله. هنا ماذا؟ الله على كل شيء قدير. هنا هنا ليس هنا. إذا كان هنا الله على كل شيء قدير وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وتفسيرها موجود وكل شيء، لكن هنا ماذا؟ في النواة إيش فيه؟ في خوف. هو واقعك، اقرأ ما شئت وافعل ما شئت. يجي واحد أمي ما يقرأ، ما يعرف يقرأ إلا قل الله واحد قل الفلق، يقرأها كل يوم في الصباح والمساء وخلاص. هنا ماذا فيه؟ لن يصيبني شيء. قل لا للمؤمنين، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لن يص قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مو علينا، ما كتب الله لنا. إحنا مطمئنين، هم يفعلون ما يشاءون، سحر الجن العفاريت التنين اللي يكون. كل بلد عندها واحد ثاني مثلا يروح في مناطق في أفريقيا، يذهبون إلى عائلات معينة هي تضرب بالجزمة ويشفى ويستح. أطلنا الكلام، قصص موجود، قصص موجودة، ولكن أطلنا الكلام ونريد نرحل نذهب إلى مشوار يعني. فأنت عندك أربعة، إيش هي الأربعة؟ في شيء أساسي من الذي صنعك، من الذي خلقك، الله جعل لك صورة وجعل لك نية، هذه أساسية تفيدك دنيا وأخرى. تخليت عنها كما أغلب الناس يعني، ففيه، فأنت في الآخرة ما في نجاح إلا بها، خلاص. إذن فهمنا الآخرة، نفهم الدنيا. لك صورة ونية، هي واقعك في الدنيا، في الدنيا بس، في الآخرة تتغير حسب الصورة والنية الكبرى. صورة نية صغرى لمدة بقائك في الدنيا، ممكن أنا ملحد، ها؟ الصورة والنية حقتي إني أنا الحمد لله، بلاش نقول الحمد لله، نحن متعودين نقولها، أنا لا يمكن أن ينال مني من الخارج أي أحد، إيش أنا سيد نفسي، سيد كوكبي، يخيفني من السحرة. في ناس في أوروبا لا يعرفون كلمة سحرة، تقول له سحرة يضحك. ليش؟ لن يصيبه السحر، لن يصيبه. جيب واحد ساحر قول اسحر لي هذا الخواجة، ما يستطيع إلا إذا جاء الواحد ثاني غير من 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 أوروبيين ملحد، ها؟ ولكن خاف من هذا، خاف من هذا، يأتي فيه. نحن منتشر عندنا ليش؟ لأنه عندنا كلام عن العين عظيمة، السحر عظيم، أيوة يفعل 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 يفعل. فما دام خايف منه ومتحقق منه أنه يفعل، وتقرأ سورة البقرة ومكتوب فيها ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تعال في جانب الله، لأنه هو اللي يسمح، هم عبيد له، هذا اللي يخوفونك منه عبد له. وقال لك الله في تخويف، في تخويف، قال لك لا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهمت؟ سهلة؟ لا، الواقع يشهد أنها صعبة. فلذلك أحبابنا في الله، أنت بتجعل النواة ملكا لأحد كما ذكرنا هنا،
مالك، مملوك، مهجور. منطقة هذه أنا مالك. خوفني بدون الله ماشي، بس لين الموت بس بس، لكن بعدين هناك لازم الصورة الكبرى والنية الكبرى. الصورة الكبرى ما هي؟ لقد كرمنا بني آدم. الله قال كرمنا، أنت مكرم، لا تنظر لنفسك أنك مهان، أنك محدود، أنت أبدي خالد وأنت مكرم. هذا الله ينظر إليك هكذا، كرمنا بني آدم. هذا واحد. الثانية، سخر لكم، من العظيم، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، يعني ما في استثناء. إذن تحتك، مو يعني أنت مسيطر، لا مو أنت مسيطر. لله يسجد ما في السماوات والأرض، سجدوا لله، قال لهم الله يلا أنت مسخر له. ماذا في النواة؟ هم خدامين من الله، سخر لكم يعني خدام. من العزيز؟ من الحر؟ المؤمن بالله. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا. فالموضوع بسيط، ديننا مكون في واحدة كلمة، لا إله إلا الله، غيره تحت لا إله. لا إله، لا 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 لا، لازم تقول لا للمخيف، للخوف، للرعب، للعين، للحسد، للحقد، للخسارة، للنكد، للطلاق، للهلاك، كل ذهب طز. قلب الصفحة هنا والآن. ما هي الآن؟ أمامي كتاب أقرأ، اندمج. الآن أمامي لوحة، اندمج. فعندك الصورة الكبرى، قالها الله لك، سخر لكم وكرم بني آدم، فضلناهم على كثير مما خلقنا. أنت غير، الله قال كذا، هم قالوا لك أنك محدود، مسكين، محتاج للمال، محتاج للدواء، محتاج لهذا، محتاج للزوج، محتاج للزوجة، محتاج للسند، محتاج للقوة من كل غير الله. يقول لك تعال، أنا نافع، أنا ضار، أنا كله يناديك. قل لا إله، كفر بالطاغوت، إلا الله، واحد أحد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ندندن حول هذه. هذه كيف تأتي؟ ليس بالثقافة والمعلومات، عندك موجود، والآن بالفيديو هذا أنت خذ ثقافة. خلاص خلاص خلصنا. تمرين. لذلك الصحابة ما كان في نهي واحد 15 سنة، ما في نهي، ما في أمر افعل، ما في 15 سنة. أيوة 15 سنة من البعثة. ليش؟ كفر بالطاغوت. لازم تقطع العلاقة مع الغير، لازم تقطع التعلق والحب والتعظيم والرجاء أنه عنده نفع. تكون مستغني، ها؟ أنت مستحق لأي شيء تريده. ما الذي أعطاك الاستحقاق؟ الله. استحقاق، رهن الإشارة. كيف رهن الإشارة؟ أدعوني أستجب. ما يوجد أبناء؟ أدعوني أستجب. يمددكم بأموال؟ أدعوني أستجب. سهلة. واحد ثاني يشوف ادعوني استجب، يلا ادعي ادعي ادعي. وما في قطع علاقة مع غير الله، في تعلق شديد، اريد هذا، اذا ما تأتي انت ما تستجيب. ما هذا الهراء؟ لكنه صار دين.
لأنه إذا جاء الشيخ قالوا يا شيخ والله أنا أدعو ما يستجاب لي وأنا ملتزم تهجد دعوة عبادة، قال له خلاص بأجل بعدين. قال رسول الله هو فهمها كذا وهذاك فهمها كذا وانتشرت. الحديث صح لكنه درجات، واحد يجاب فورا مو يعني للجميع، لا. الله ذكر لك في القرآن واحد ما طلب شيء ساكت رموه في النار، جاته الشرطة، شرطة ملائكة جبريل، قال ألك إلينا حاجة؟ المرسل الله ألك حاجة؟ ننقلك من هنا، نفعل كل شيء، نحن عندنا سخر لكم ما في السماوات، أنا مسخر مأمور، يعني أنت أنا مأمور من الله ولك مطيع. قال أما إليكم فلا، أما إلى الله فبلا. برضو كمان ما قال لك الله هذا لا طلب، ودرسنا له الدعم قال ما أهتم. فجاء الأمر مو جاء الأمر من فوق لتحت، في النار فيك، مو الله فيك، لا لا، أقرب إليك من حبل الوريد كذلك أقرب للنار. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت بردا وسلاما. فأنت ملك تركت الملك وجعلت مكتوب هنا إيش؟ مالك أو مملوك أو مهجور. النوى مالك ما في، ترك قال كيف أنا أتصرف في هذا كله؟ لا لا لا، يلا يلا فلان أنا أبغى الله والآخرة. قال طيب الله والآخرة عندنا، إحنا اسمنا لازم تمييز عن بقية المسلمين، اسمنا الفلانيين. ذهب واحد ثاني لواحد ثاني قال إحنا تبع الله والرسول، كتاب الله وسنة الرسول، اسمنا الفلانيين. واحد ثالث واحد رابع، 10 20. أنت خليت هذا ملك داخل، خلاص هذا ضال، هذا فاسد، هذا هذا هذا، خلاص راحتك. واحد ثاني ما هم أصلا الدين والآخرة، جاء للدين لأجل حاجاته. فإذا الله في الداخل، الله يعني جعلته في النواة هو المحرك لك، تخليت عن نفسك، لا نفسك موجودة مسيطرة والله خادم، أنا أريد هكذا أريد هكذا أريد هذا كذا، يبقى هكذا واقع وتعبان. واحد ثاني ماله في الله والآخرة، إيش له؟ ماذا تقول؟ أنت مريض. أيوة والله صح، شوف اليوم في شيء، شوف شوف هذا هذا يدل على أنك تعبان التعب الفلاني. يلا كبر كبرها حتى صارت كبيرة كذا، أيوة باين لون أصفر مع بني، نقرأ في اليوتيوب قال هذا الشكل يدل على يعني من أعراض المرض الفلاني. دخلت الصورة في الداخل، يتحقق واقعك اللي أنت فيه الآن، أدرسه تجده في الداخل نفس الشيء. إذا كان مشابه لقريبتك قريبك قريب قريب قريبك أدرسه، تلقى الأفكار واحدة. ليس معنى انتقالك من منطقة الفقراء والمرضى إلى منطقة الأغنياء سوف تكون غنيا، لا، سوف تكون صحيحا، لا. النواة. فإذا الصورة الله قال لك كرمنا، الهدف الهدف بسيط، يعني نقرأ آية تقول مثلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تفسيرها هو مصيبتنا الطامة الكبرى، عبد عبد عبد، قبلها أحب عظم عبد. يعبدون أنا يعبدوني أنا، يحبوني ويعظموني يعبدوني. تحبه وتعظمه وتعبده ثقافيا، وتحب غيره متعلق به،
وتعظم غيره، هذا ما حقق تعبدون. عندك صور في النواة، عندك نوايا في النوايا، نوايا الآخرين يقولون هكذا هكذا، يقولون هكذا هكذا، آية قدام الخلق كلهم وصريحة، ها؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فصلها لك يعني بحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، معاهم ننصرهم، هم العاليين، هم المرتفعين. وتجد آخر يعني الصورة اللي في الداخل صورة آخر، تسأل كيف هذا؟ يقول لك يحتار، ويحتار فيها يعني لوجود العصاة والمجرمين. طبعا وجود العصاة والمجرمين في العالم حتى زمن الصحابة، العالم مليان بالمعصاه. كيف نصر هذولا من بين الجميع وبعد الصحابة التابعين وتابع التابعين، ولا النصر هذا كيف؟ لوجود رجال نواتهم طاهرة نقية نظيفة من غير الله. فإما أنت مالك ذاتك لا تصدق كل ما يقال، التصديق أساسي. لماذا سمي الصديق؟ لأنه صدق الله ورسوله وكذب غير الله ورسوله، لازم الاثنين مع بعض. من شدة التصديق والتسليم ما في معارضة، ما في نتعة شوية كذا، ممكن أيوة ممكن غلط، ممكن كلام الله وكلام الرسول، لا، تصديق شديد. اسمه الصديق، صديقة مريم، نعطيك ابن، كيف ما تزوجت ما تزوجت كذا ما كذا، ما في هذا الكلام. تسأل تستفسر ليش يعني تغضب، لا لا، في كيف بدون كذا؟ شيء عجيب، أول مرة في التاريخ، ولا التاريخ لا مسجل في الكتب ولا أي شيء، ولا العالم يقر بهذا، أنه يجيك ابن بعد آدم وحواء، يجيك ابن ابن بدون. قال الله هذا على الله هين. طيب سلمت، صديقة ما في الداخل أي ردة فعل مضادة لكلام الله وكلام الرسل. ولما تمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا انتبه، أنا عذت بعظيم، تدمر لو تؤذيني. قال إني رسول ربك لأهب، وأهب بدون أسباب، لك غلاما. استأنست به، ما في شيء، خلاص هذا رسول من الله، ما حرام. يا ربنا. فيا أحبابنا في الله، يعني طولنا في كل لزوم، كنت أريد اختصر قد ما أقدر، أنوي الاختصار تتوسع. فالحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. والذي أول مرة يشوف الحلقة هذه لابد، يعني هذه مستوى عالي شوية، يحتاج منا إلى إكمال الكورس. 28 فيديو فقط تغير حياتك للزمن الأول الذي في زمن الرسول والصحابة، ووجود الكرامات هذه شيء بديهي، يعني بديهي عند المؤمنين، وقليل شيء بديهي وجود المعجزات اللي سموها معجزات، نحن لا نسميها معجزات، سميها آيات. آية يقول لك الله أنا موجود، انظر خلفت الكون وأعطيتك، سري بينه وبين الله. لكن إذا ينشر هنا مصيبة، يعني مستغرب وينشر أما بنعمة ربك فحدث، هذه كلها زي بعض، أما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث لله حتى يستفيد الناس، هذه نعمة الله، تفضلوا. لا، أما بنعمة ربك فحدث، شوف أنا كيف عزيز عظيم.
تختلف. هذا لا ينالها أصلا من البداية، وإن جاءته فلته حتى يشوف الله إيش يسوي، مو يشوف الله، الله عارف، لكن حتى يريه يوم القيامة. كنا بنوصلك منازل، لكنك أول ما شميت ريحة كرامات قلت أنا هو. فالمؤمن لا يستغرب، لذلك موجود في حياتهم. الذي يستغرب ويا كذا عليك، تمرن تمرن تمرين تمرين تمرين. ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لماذا؟ يعني استعد قبل الصلاة، أنت سكران بحب الدنيا والأشياء، لا تقربها، توقف. أيوة أنا ذاهب للصلاة. تمرين تمرين، لو سويته مرة مرتين ثلاثة 10 50 صلاة لمدة 10 أيام، 50 مرة تسوي هذا التمرين، شوف كيف، شوف صلاتك. لكن المسلمين لا، الله أكبر، 50 سنة. وتمارين أخرى موجودة في الكورس، 28 فيديو تغير حياتك للقرن الأول، ويكون لك اتصال بالقرن الأول بواسطة كتاب الله، ليس قراءة وتلاوة وحفظا، لا، غيبة عن البعد الأرضي في البعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا.